10 أيام كنت سعيد بيهم جدا، وأعتقد أن كل أصدقائنا اللي كانوا موجودين معنا كانوا سعداء بالأفلام اللي احنا قدمناها، بالعروض اللي احنا قدمناها. أنا كنت سعيد جدا بكل وصالات العرض، كانت متميزة جدا، جمهور عريض جدا حضر الأفلام، فأنا سعيد بكل ده وسعيد بنجاح الدورة، وإن شاء الله هنقيمها في الأيام اللي جاية. النهاردة يوم توزيع الجوائز، بتمنى كل النجاح لكل أصدقائنا. ده احنا عندنا لجان بتختار الأفلام، لجان قيمة جدا، كلهم نقاد متميزين، سينمائيين متميزين، بيختاروا أفلام جيدة، والحمد لله سمعة المهرجان عالية جدا في العالم كله، وبالتالي بيجي لنا عروض كتيرة، يعني ناس كتيرة جدا بتتحمس انها تعرض في المهرجان.